دعونا الآن نذهب إلى حكاية لطيفة قوي، حكاية تدعونا للفخر، حكاية بتقول إن مش ابن الوز عوام بس، لا حفيد الوز كمان عوام. والوز الذي أتحدث عنه هو الفنان المبدع الكبير عبد الرحمن أبو زهرة. حفيدته صغيرة مريم أبو زهرة خلتنا نتعامل مع مقولة جديدة، الحفيد له دور مع الوز، مع جينات الوز، لأنها ورثت تميز فني شديد من جدها ومن والدها طبعا، ولكن في مجال آخر وهو العزف. أصبحت عازفة متميزة جدا على آلة الكمان رغم سنها الصغير، شرفت مصر ورفعت اسمها عالي في روسيا بحصولها على جائزة كسرت البندق الفضية للموسيقى بعد منافسة صعبة جدا. كواليس المسابقة ورحلتها مع الموسيقى مع ضيفتنا عبر زوم مريم أبو زهرة. أبو زهرة الاسم الكبير من فيينا. مساء الخير يا مريم. ومعنا والدها أحمد أبو زهرة كمان من عمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مريم. أهلا مريم. هلو هلو هاي مريم. اهلا استاذ احمد، طبعا استاذ احمد ابو زهره من اعظم واجمل من عزف البيانو، وهو كمان عزف في كل مكان في العالم، وابن الوز عوام وحفيده الوز بنتك يا استاذ احمد، عوامه جدا يعني. الف مبروك على جائزه مريم. الله يبارك فيك وميرسي جدا جدا على التقديم الجميل ده. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. طيب نبتدي بمريم. مريم، ليه مش بتتكلمي عربي؟ أنا عايش في فيينا، وإحنا هنروح مصر مش شوية بس، مش كتير مش كتير. أيوة ساعدنا. اتكلمت عربي. أيوة اتكلمت عربي. طيب مريم، أنت إزاي قدمتي في مسابقة كسارة البندق؟ ها مريم، don't ask help from your father, try to understand us. خلينا نتكلم، ازاي قدمتي في المسابقة الأخيرة؟ كويس انك ترجمت كلامي. لا انا قلت مش هترجم، انا قلت احاول اخليها تتكلم عربي. المسابقة دي من أكبر المسابقات في العالم، علشان كده الجائزة دي مهمة جدا بالنسبة لي، وأهميتها كمان جاية من إنها من بلد زي روسيا، بلد مهمة جدا موسيقيا. برافو مرة تانية. أنا بنتكلم حلو أهو. جميل. برافو. جود. بدأت العزف من سن كام؟ وأنت عندك كام سنة؟ أنا عندي 13 سنة. لا بدأتي بقى العزف إمتى؟ بدأتي تعزفي كمان؟ أنا بدأت بعزف كمانجا وأنا عندي 3 سنين. أنا شفت أختي أميرة وهي بتعزف كمانجا وأنا صغيرة، عشان كده حبيت كمانجا. الله، على فكرة انت صوتك حلو قوي في العربي. شكرا. طيب خلينا نسأل أستاذ أحمد. يا أستاذ أحمد، يا ابن الغالي العزيز المبدع، وأنت كمان شرف لمصر ومبدع كبير، ليه العيلة ما كلها راحة ناحية الموسيقى ومحدش راح ناحية التمثيل مع الوالد العظيم؟ والله يعني الأمور بتيجي حسب الموهبة طبعا، وأكيد إن أنا وأنا صغير حاولت برضو أمثل، ولكن بابا كان أكبر مانع. من اللي شافه. بالظبط كده. ونقدر نقول إن الموسيقى الحقيقة يعني هي ما بعدتش كتير، يعني نوع من أنواع الفنون الراقية زي التمثيل بالظبط، رسالة زي التمثيل بالظبط، فيها عوامل كتير مشتركة. أنا دايما كنت أقول إن ما بين العازف وما بين الممثل في عوامل كتير مشتركة، يعني أنا ربما أخذت الطريق اللي هو بتكلم فيه بصوابعي ومش بآلة النطق.
ونجحت فيه جدا الحقيقه استاذ احمد. اولا ايه رايك في مريم وهي بتتكلم عربي؟ بصراحه صوتها عجبني قوي. ثانيا حضرتك ووالدتها بتعزفوا بيانو وعزفتوا بيانو في المسارح العالميه، لكن البنتين اتجهوا للكمانجا ليه؟ هي صدفه بحته الحقيقه، لان طبعا يعني هم من ساعه ما اتولدوا كانوا في البيت بيسمعوا بيشوفوا البيانو بيسمعوا البيانو بيحضروا حفلاتنا انا ووالدتهم مع بعض او انا لوحدي او والدتهم لوحدها طول الوقت، وكانوا دايما طبعا في الجو ده في الجو العام ده. ولكن في ربما اللي لعب دور اكبر هو الاستاذ بتاع الكمانجا لما احنا رحنا نقدم لهم في مدرسه الموسيقى وهم اطفال، كان نوع من انواع الهوايه. يعني ان انا طبعا مؤمن جدا بدور الموسيقى في حياه الاطفال، وربما انا كان ليا مداخله مع الاستاذ خيري من اكتر من 11 سنه. ايوه انا الموضوع بعد ما اتقابلنا انا قابلتك مع الوالد، كان في مهرجان برضه كنت حضرتك موجود فيه بالظبط كده، وكنت بتكلم ساعتها عن اهميه الموسيقى للاطفال، وكانوا اولادي لسه يعني صغيرين، كانت مريم ربما لسه مولوده لما اتقابلنا. وفي الواقع ان انا حاولت ان انا اطبق ده على اولادي اول في اول مقام، وفعلا ان هم اهتمامهم بالموسيقى او موهبتهم الموسيقيه اللي بدانا نرعاها من صغرهم، اختيارهم كان ناتج من ان ربما الاستاذ او مدرسه الموسيقى اللي خدناهم ليها كان استاذ الكمانجا بيعرف يتعامل مع الاطفال بشكل افضل من البيانو، فبالتالي انجذبت اميره لاستاذ الكمانجا ومشيت في الطريق ده. وبعديها مريم طبعا عشان طلعت ولقيت اختها زي ما كانت بتقول لنا لقيتها بتلعب كمانجا، فطبعا الاخت الكبيره هي اللي بنمشي وراها عاده مش ورا بابا وماما. احنا لسه مش متخيلين قوي، عندها 3 سنين وماسكه كمانجا بتعزف عليها، وهي اله مش سهله ابدا يعني. لا ابدا يعني. وعلشان كده احنا عايزين نوري الناس هي بقت ازاي موهوبه ومختلفه جدا في العزف على اله الكمانجا. نشوف واحده من بنات مصر المبدعات. Мариум Абузахара, Германия, Австрия. Цифра для голосования 13. ده مشهد من كسارة البندق اللي خدت فيه الجائزة الفضية. أستاذ أحمد أنا هسألك سؤال تاني خالص، ليه اللغة العربية عند مريم مش حلوة قوي؟ هل لأنها عايشة برة تماما؟ هل ما بتجيش القاهرة كتير؟ هل ما بتتكلموش معاها عربي كتير؟ ولا هي علشان المدرسة والتركيز اللي فيه في فيينا فمش ما تعلمتش العربي قوي أو المصري اللهجة؟ شوف الحقيقة ده سؤال أنا حاولت، بمعنى إيه؟ إن هي لما مريم اتولدت أنا من ساعة ما اتولدت الحقيقة أنا ما بكلمهاش غير عربي. أيوه. ولكن أنا في فترة يعني انتقلت للمعيشة في الخليج وبعدت شوية، هي مريم اتولدت في ألمانيا وأنا بعدت شوية، فبالتالي وهي يمكن كان عندها 3 أو 4 سنوات، أختها الكبيرة أميرة يمكن بتتكلم أحسن عشان قضت وقت معايا أكبر، فبالتالي عندها اللغة أفضل. لكن مريم أنا كنت سافرت وبعدت الفترة، وكل ما كنت باجي كانت الفرصة أنها تسمع العربي مش كتير، زائد ما تنساش كانوا برضو بيروحوا مصر كتير لحد 2011. بعد 2011 قل النزول لمصر لأسباب كتيرة جدا، لأن يعني أعتقد كلنا عارفينها، فبالتالي ده ربما برضو ساعد علينا. مع ان انا وديتهم مدرسة عربي في المانيا وهم صغيرين وكانوا بيروحوا في الويك اند دايما سبت وحد يدرسوا. لا هي لما بتسمع كويس بتفهم السؤال بتعرف ترد، بس هي واضح ان المشكلة في استيعاب المعنى وهي بتسمعه. بالظبط. وهي عشان كمان بتحب تبقى بيرفكت في كل حاجه ومش عايزه تغلط. وانا عايز اقول لك بتتكلم حلو قوي فعلا يا استاذ احمد، لما بتفهم بترد اجابات هايله. ايه رايك يا مريم تقول لنا وانا هترجم؟ ايوه
تقولي لنا فاكرة إحساسك وأنت بتاخدي الجايزة؟ كنت مبسوطة؟ استنى يا أستاذ أحمد، لسه بنحاول. أنت هتعلمها اللغة العربية على الهوا. أنا مبسوطة إنها بتتكلم عربي خيري. مريم. أه. أنت خدتي الجايزة في كسارة البندق. كان إحساسك إيه؟ كنت فرحانة؟ أكيد. طب فشلت المحاولة. أيوه. اتفضل استاذ احمد اتفضل. انا هساعدكم شويه بس. ايوه ساعدنا. dein gefühl als du den preis bekommen hast. Ich weiß nicht auf Arabisch. Du warst froh, du warst stolz, das haben wir schon geübt. كنت خايفه؟ كنت فرحانه؟ كانت مبسوطة. ها؟ مريم هتيجي مصر تعملي حفلة هنا؟ تحبي؟ امتى؟ انا مش عارفة بس انا عاوزة. استاذ احمد هتجيب مريم؟ احنا عايزين نشوف العيلة على خشبة المسرح في الاوبرا مثلا وانتوا بتعزفوا مع بعض، ونتمنى تكونوا ضيوفنا هنا في البرنامج. يعني انتوا عائلة تنتمي الى رمز من رموز الفن في مصر، قيمة واحترام وابداع، وانتوا امتداد مشرف الحمد لله. يعني النبتة حلوة قوي، فنتمنى ان نسعد بكم في القاهرة قريبا ونشوف لها حفلة في مدينة الفنون ارجوك. ان شاء الله ان شاء الله اكيد. ان شاء الله بعد الافتتاح بقى ان شاء الله. طيب بعد الافتتاح انت المستشار الفني لمدينه الفنون في العاصمه الاداريه. مظبوط. هل هناك اي خطط يمكن الافصاء عنها الان؟ والله احنا يعني لسه عاملين افتتاح قاعه الموسيقى. ايوه. كان اوركسترا فيينا طبعا مع ريكاردو بوتي، وده كان حاجه عظيمه جدا. صحيح. ونجاح عظيم جدا. والخطط دلوقتي احنا طبعا مركزين على افتتاح الاوبرا، واللي هو يعد يعني افتتاح لمدينه الفنون والثقافه كامله العام القادم، وبنحضر له وبنجهز له، وبعض الاشياء يعني بيتم العمل عليها، وما اقدرش اقول تفاصيل كتير، ولكن في الحقيقه تجهيزات لا اقدر اقوله يعني في مدينه الفنون والثقافه مبهره، تجهيزات علشان مدينه الفنون والثقافه يكون لها اذرع موجودة لنقل الفن الراقي لكل حتة في مصر، بتتعمل دلوقتي، ويعني حتى النهاردة أنا سمعت سيادة الرئيس بيتكلم على موضوع الموهوبين في الجامعات وإنهم يكون لهم فرصة. مظبوط جدا، ففي أفكار كتيرة جدا فعلا احنا شغالين عليها في الوقت الحالي لعمل يعني تكون مكان مدينه الفنون والثقافه فعلا لكل المصريين، وتنقل الفنون والثقافه الراقيه لكل المصريين في كل حته في مصر بتكنولوجي جديده، بافكار جديده، ان شاء الله هتعمل نقله في 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 الثقافه المصريه يا رب. واحنا متوقعين ده ومستنيين. واستاذ احمد لانك كنت سفير لمصر والفن المصري بره، ودلوقتي بقيت سفير للربط بين الفنون العالميه وبين مصر في مدينه الفنون، سعده جدا ان احنا اتكلمنا معاك، وسعده بمريم جدا، وسعده انها اتكلمت عربي. بنتمنى لك التوفيق. ومريم هنستناكي. أيوه. في مصر. ماشي. احنا حبيناكي قوي. ها. باي باي، نشوفك على خير في مصر ان شاء الله. باي باي يا مريم. باي باي. نشكر الفنان احمد ابو زهره ومريم ابو زهره والمبدعين الجدد ومصر ولاده من عبد الرحمن ابو زهره، لبذره بتقع من الشجره الكبيره او النخله الكبيره، تنزل الارض تطلع ابداع وفن، يطلع اب ويطلع بنات واولاد، شيء هذه هي تربه مصر.